السلام عليكم متابعي قناة خيط ومقص، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. كما وعدتكم في الفيديو السابق أن خرجنا باترون ديال السروال والشوميز، وغادي نعملو مع بعض بيجامة صغيرة لبنوتة صغيرة 6 7 سنوات بهذا الباترون. أنا هذه بيجامة قديمة مبقيتش كنستعملها، غنعملو لها إعادة تدوير، غادي نعاودو نستعملوها بطريقة جميلة. غنخرجو منها بيجامة بنوتة صغيرة، أنا من اليدين غنستعملهم باش نخرج منهم السروال. هادو اليدين غنخرج منهم أنا السروال، نطويهم بجوج على بعض. كما كتشوفوا اليدين مع بعض، ونجيبو باترون السروال ديالنا. هو باترون السروال اللي كنا عملنا مع بعض. انا عندي الثوب هذا كثير، انا عندي الثوب الاستيك، نتوما الا عندكم الثوب ماشي الاستيك خاصكم تخليو العبارات زايدين. انا غنعمل العبار نيشان، ما نخليش زياده. هنا نخليو 6 سنتيم ديال الجبادة الإلاستيك، وخا تقدو هاد الجهة المسدودة على هادي. أنا غادي نعملها على الجهة المسدودة ديال يدي، ستة سنتيم. دابا غنقطعو على حسب، انا كتشوفوني عملت واحد الخط هنايا، داك السروال يمكن تحدو نتوما الطول اللي بغيتو، حدو الطول اللي بغيتو، ديك الساعه نقطعو على حسب ديالو. ثم يمكن لكم تثبتوا هاد الفنيتات باش ما تزعزعلكمش. ثبتوا الباترون ديالنا، شفتوا ثبتنا الباترون، دابا غنقطعو. هنايا ما غنخليش الزياده لانني غنعمل واحد دونتين من التحت، غنكمل به واحد المسافه هنايا، يعني ما خليتش الزياده بزاف باش التنيه. هنا غنفتحو هاد الخياطة. كما قلت لكم انا الثوب عندي كثيرة، ثم الا تستعملوا الثوب ما كثيرش خصكم ضروري تخليو 1.5 سنتيم ديال الخياطة. قصير، من بعد غتشوفوا كيفاش غنخيطوه مع بعض. دابا نخرج الشوميزه من الجزء اللي باقي لنا. دابا مع بعض نخرجوا الجزء العلوي ديال البيجامه. كما شفتوا هذا هو الباترون اللي كنا عملنا مع بعض في الحصه السابقه. هذا الجزء انا غادي نخرجو من هذا اللي باقي لي من البيجامه، نطويوها على 2.
الماكرون ديالنا. هاد الجهه مسدوده ديالي انا عملوها مع جهه مسدوده. انا نستغل هاد الجزء التحتاني مسولجي وكلش. تبتو الباترون ديالنا باش ما يتلعثمناش. دابا غنقطعو ونخليو سنتيم ونص ديال الخياطة. ثم يمكن لكم تراسيو المبتدئات تراسيو باش ما ي... انا عيني ميزان. نقطعو ونرجعو مع بعض. كما كتشوفوا بعد ما قطعنا الباترون خلينا سنتيم ديال الخياطه. دابا ناخذ الجهه الاماميه هادي الظهر هادي غنخرجو للأمام. خرجنا العنق يمكنكم تستعملوا المسطره او يدكم. انا غنستعمل يدي. هذه الجهة العلوية وهذا الشورت اللي عملنا فينيسيوها. انا غادي نعملها ريده في السروال. دابا غنفصلوا الاكمام بعدا. اللي بغى يعمل الاكمام يعملهم واللي بغى يخلي هيدا خليها. هذا هو السروال غنخيطو.
غنخيط بالماكينه. نرجع دابا كنخيطو من هنا. كنخيطو هاد الجهة بالماكينة، كنجيب الأكمام كنخيطو الأكمام بالطريقة كوم معلكم. دائما لكم ركبوه من المنتصف. نخيطو بالماكينة نفس الشيء من الكم الآخر. منتصف شبرا خيطو هنا أولا ثم هنا ثم هنا. خيطها ونرجع لكم. هو الشكل السروال ديالنا بعد ما خيطنا. عندنا جبادة غنعملو جبادة، وهنا انا غنفيني بهاد النوع الدريه الرضا.
هذا كما شفتوا انا استغليت السوجي اللي عندي ثم يمكن عنده ممكن نضيفو هيدا أو هيدا نجي هنا أنا في العنق غادي نعمل ندورو هيدا كنعطيكم مجرد افكار وفينيسيو كيبقى مساله ديال كل واحد كيما كيبغي يفيني البياسة ديالو انا غنرجع لعندكم كنتمنى ان فيديو اليوم كان نال اعجابكم لا تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على لايك ومشاركه مع الاصدقاء السلام عليكم ورحمه الله